بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. نصيحه من واحده لعبت رياضه في حياتها كلها، حياتي كلها، يعني بما يعادل تقريبا كده حاجه بتاعت 3 ساعات ونص مثلا، ومن برضو واحده مشيت في حياتها كلها بما يعادل 4 شوارع تقريبا. والحقيقه ده مش معناه خالص يعني رفاهيه، والله العظيم بالعكس، لا ده ممكن يكون في حاجات كتير قوي بتحصل في النص بتستهلك الجهد والاعصاب وبتحسس الواحد بالتعب والارهاق، وانا قاعده في مكاني يعني ما اتحركتش. انما احب انصح حضراتكم من واقع تجربه حياتيه خاليه من الرياضه تماما، انما لم تخلو من كل الام العظام والعمود الفقري والديسك. واحب اقول لكم ان كل الالام دي يعني بما فيها الام الركب والمفاصل مخلياني ست، ممكن يعني ممكن يكون شكلها صغيره، يعني صغيره شكلا لكن عجوزه فعلا. وعشان كده من واقع خبرتي اللي ما فيهاش اي خبره الحقيقه، يا ريت ما تكسلوش، ويا ريت اللي تقدر تمشي تنزل حالا تلف حوالين بيتها، او تنزل التراك في النادي، او تمشي في اي مكان كان، مهم تمشي بدل ما يوم في الايام كده يجي في يوم من الايام يجي لكم يعني بعد الشر عليكم، يعني يجي لكم يوم وتعطلوا والصواميل تضرب وتزيق وتبقي يعني نفسك تعملي او عاوزه تعملي لبيتك ولنفسك ولاولادك حاجات كتير قوي، بس ركبتك او ظهرك او مفاصلك يجوا بقى ويزرجلوا ويكلبشوكي في مكانك ويمنعوكي من عمايل اي حاجه نفسك تعمليها. دي الحقيقه نصيحه لوجه الله هيعقبها كلام مهم جدا عن اهميه الرياضه في حياتنا مع دكتور محمد يحيى استاذ جراحه العظام بطب الازهر بعد فاصل قصير.